قبل يوم من الانتخابات التشريعية الهولندية، تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 60% من الهولنديين لا يعرفون ما إذا كانوا سيصوتون في الانتخابات أو لمن سيصوتون، وذلك في ظل منافسة حادة بين الأحزاب التقليدية اليسارية واليمينية من جهة، وبين جل الأحزاب وحزب من أجل الحرية العنصري الذي يترأسه خيرت فيلدرس المناهض للإسلام والأجانب. لا يخشى المصلون في مدينة روزندال الهولندية وجلهم من أصول مغربية وهم يتوجهون إلى المسجد من التعرض لأي أذى جسدي في دولة ديمقراطية ومعروفة بالتسامح. لكن تصريحات خيرت فيلدرس رئيس حزب من أجل الحرية ضد هذه الجالية والمهاجرين بشكل عام قد تترك أثرا بعيد المدى في العلاقات بين مواطني هذا البلد، فكل ما يهمه هو فوز حزبه الشعبوي بأكبر عدد من المقاعد وكل الوسائل المباحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية ضد الأجانب. الخطر الكامن هو أن بعض الأحزاب اليمين وخاصة الحزب الأول الآن حسب استطلاعات الرأي العام يتبنى بعض مواقف الحزب الشعبوي، وهنا يكمن الخطر بالنسبة للجالية على المدى البعيد، لأن التقييد على المساجد مثلا، التقييد على وخاصة فيما يتعلق بتمويل المساجد، وخاصة ما يتعلق بالمرشدين، وخاصة ما يتعلق بالضيوف أيضا، ثم هناك أيضا تقييد آخر وخاصة بالنسبة للشباب. وقد منحت أزمة اللاجئين في ظل موجة معاداة الهجرة في أوروبا بشكل عام وتوتر العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا الفرصة لخيرت فيلدرس للاستثمار في موجة انتشار المواقف الشعبوية لدى المواطنين. وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود فارق ضئيل جدا بين حزبه من أجل الحرية المرشح بالفوز في الاقتراع وحزب رئيس الحكومة الحالي مارك روت. تواجه هولندا المعروفة بانفتاحها وتسامحها أزمة اجتماعية وسياسية حادة لم يسبق لها مثيل، أزمة قد تغير صورة البلد في حال فوز كبير لحزب خيرت فيلدرس المعادي للإسلام والأجانب. لبي فهمي، التلفزيون العربي، روزندال.